بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ هنتكلم النهارده عن موضوع البيتيوتري جلاند امبريولوجي. البيتيوتري جلاند تعتبر جزء من النيرفوس سيستم، وزي ما احنا اخدنا زمان في الجنرال امبريولوجي المنظر ده النيورال فولد، واللي يمكن بيدي بعد كده حاجه اسمها الفور برين والميد برين والهايند برين، واتضح اكتر شكله مع الفولدنج لما نيجي نشوف منظر الفولدنج اللي بيتم في الأسبوع الرابع من الحمل. طبعا كل التركيز بعد عملية الفولدنج، طبعا في عندنا هنا حاجة اسمها الهيد فولد والتيل فولد، ماشي، وفي النهاية بيديني المنظر ده. هنيجي نقرب هنا على المنطقة ديت اللي هي بتبقى ما بين الفور برين، الحتة دي هي منطقة الفور برين، ودي الحتة اللي بيتكون فيها الهارت القلب. في عندنا هنا حتة كده في النص بنسميها استموديوم، ماشي، والاستموديوم دي بتكون يعني ممكن نقول الاورال كافيتي، تجويف الفم، وبرضه بتشارك في تكوين البيتيوتري جلاند. هتعرف انه بيخش في تركيب او تكوين البيتيوتري جلاند جزئين، الجزء اللي هو بتاع الفور برين اللي هو اول جزء في السنترال نيرفس سيستم، والجزء الثاني اللي هو بنسميه الاستموديوم. وده يمكن مشهد تقريبي اكتر لمنطقه الفور برين، ماشي، ودي بريكارديال كافيتي، ده الغشاء اللي بيتكون فيه الهارت، وهنا في النص ده الاستموديوم او الماوث او الاورال كافيتي، وهنا في الحته دي بالظبط بنكون البيتيوتري جلاند. برضو ده مشهد نفس الفكره، ادي الفور برين وده الهارت خلاص كده، وهنا في النص دي ده الاستموديوم خلاص كده، والحته دي بالظبط اللي هي الاستموديوم مع الفور برين، الحته دي بالظبط بنكون فيها اللي هي البيتيوتري جلاند. طيب بالمناسبه الاستموديوم دي اللي هي الفم او الاورال كافيتي هيدخلني على الفور جات اللي هو بقى هيكون الجي اي تي خلاص كده، بس هو مش موضوعنا، بس انا بحاول بس يعني ايه اربط لك الدنيا ببعضها. ده السنترال نيرفس سيستم اهو، وده الدايجستيف سيستم، وده الكارديو خلاص كده. طيب لما نيجي نتفرج على ده المشهد، طبعا ده زي ما احنا شايفين ده الفور برين اهو خلاص كده، ماشي، ودي الحته اللي هي هتنزل من الفور برين خلاص كده، وده الاستوموديوم طبعا هنا، ده البريكارديوم وده الفور برين، ودي الحته اللي هي الاستوموديوم، ماشي، الحته دي هتطلع حته جزء كده خلاص كده اسمه راتكي باوتش. لما نيجي نبص كده هنلاقي في حته كده نازله من الفور برين بنسميها الانفانديبولم، يعني قمع، حته داخله غميقه كده او عويقه كده عميقه. في عندنا الراتكس باوتش، ده جيب كده بيبقى جاي منين؟ من الاستوموديوم، زي ما احنا اتفقنا جاي من الاستوموديوم خلاص كده. هما الاثنين دول اللي بيكونوا الايه البيتيوتري جلاند. هتلاقي هنا ده الانفانديبولم وده اللي هو الراتكس باوتش خلاص كده. الراتكس باوتش هتلاقيه كاتب عليه ان هو جاي من الاستوموديوم، طبعا تحديدا بيقول لك الايه الاستوموديوم روف، ده الروف بتاع الاستوموديوم خلاص كده، يبقى ده الاستوموديوم والروف بتاعه او السطح بتاعه. طيب بينما الانفانديبولم دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الداين كيفالون فلور، يعني ده الجزء اللي هو الفور برين اهو الفلور بتاعته. واحد يقول لي هو مش ده قلت لي اسمه الفور برين، هو مره واحده بقى اسمه داين كيفالون ليه؟ في الامبريولوجي الخاص بالسنترال نيرفس سيستم هنجد انه احنا عندنا في حاجه اسمها الفيزيكلز، ماشي، في عندنا حاجه اسمها البرايمري فيزيكلز وبعدين السكندري فيزيكلز. في الاول السنترال نيرفس سيستم عباره عن فور برين وميد برين وهايند برين، ده التركيبه الاساسيه. الفور برين بيرجع ينقسم الى تيلين كيفالون وداين كيفالون، ماشي، تيلين كيفالون ده اللي هو هيكون التو سيريبرال هيميسيفير اللي هم الفصين بتوع المخ الكبار، انما الداين كيفالون ده اللي هو هيخش في تكوين الثالاموس واللي برضه هيخش معانا في تكوين البيتيوتر جلاند. يبقى الفور برين بيخش في تكوين البيتيوتر جلاند، لكن تحديدا الجزء اللي بنسميه الداين كيفالون. اذا تركيب البيتيوتر جلاند بيخش فيه كل من الاستوموديوم والجزء بتاع الداين كيفالون. طيب لما نيجي نبص طبعا ادي الايه الداين كيفالون اللي هو جاي من فوق، ماشي، وادي الاستوموديوم اللي جاي من تحت. طبعا الاستوموديوم بعد كده بيكون زي ما قلنا اللي ريتكس باوتش خلاص كده، وبعدين الاثنين واخد بالك يمسكوا في بعض ويكونوا اللي البيتيوتري جلاند. هتلاحظ انه الجزء اللي هو البوستيور لوب هو ده اللي كان جاي من الداين كيفالون او اللي كان جاي من الفور برين، وعشان كده البوستيور لوب ده اللي بيبقى مرتبط شويه بالهايبوثالامس في الاوردرز او في الاوامر، بينما الجزء الانتيور لوب ده بيبقى مجرد لافف حوالين